السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة ميديا سوفت. إن شاء الله في فيديو النهاردة هيكون شرح إزاي أتخلص من رسالة لا يتوافق جهازك مع هذا الإصدار. بس قبل ما أبدأ في الشرح لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أجدد الفيديوهات. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الشرح. أول حاجة هنحتاج برنامج خفيف جدا ما يتعداش حجمه 5 ميجا، هو برنامج اسمه ماركت هيلبر، ده بيغير إصدار الجهاز عشان تعرف تحل المشكله دي. فهو البرنامج ده بروت، البرنامج ده بروت، فانا طبعا ما عنديش روت فهشرحه كده. او تغير ديفايس الجهاز من هنا، هو انستول الجهاز، بتشوف الاول اذا كان تليفون او تابلت او تي في. طبعا هختار تليفون، وهنا بقى بيديك الاصدارات اللي الجهاز ده بيدعمها، اتش تي سي مثلا، ال جي، موتورولا، سامسونج كده، كل الاصدارات دي عشان دي الاصدارات دي كلها البرنامج يدعمها. عشان تاني حاجة بقى دي اللي هي البلد، تختار البلد عشان لو مثلا البرنامج غير متوفر في بلدك تختار البلد وتغيرها من هنا مثلا، هنا اهي، وتختار العاصمة بتاعة البلد. وانا اتخلص كل ده، وده طبعا بتاع الحساب الحسابات. وانا اتخلص كل ده بتتك تحت على اكتف عشان يفعلها، وهيقول لك عندك روت ولا لا. لو انت ما عندكش مثلا، انا اضغط اهو ما عنديش روت، فهيقول لي خطأ عشان عايز روت على الجهاز ده. طبعا اول برنامج هو ده البرنامج الوحيد اللي بروت، اما باقي الطرق هتبقى عن طريق مواقع. فطبعا انا هفتح دلوقتي جوجل كروم، اهو ادي عندي اوتو كليكر. هو هنا عشان انا فاتح جوجل بلاي من على متصفح جوجل كروم، عشان كده جايب لي كلمة تثبيت. اما لو فتحته من التطبيق نفسه، خدمات جوجل بلاي، لو فتحته من التطبيق نفسه بقى هيقول لي لا يتوافق جهازك مع هذا الاصدار، اهو لا يتوافق جهازك مع هذا الاصدار. ازاي بقى احل المشكلة دي؟ كل اللي انا هعمله هطلع تاني وهغير العنوان اللي فوق ده، هعمل علامة القلم او عنش كده، وهلاقي كلمة بلاي دوت جوجل، همسحها كلها هنكتب الكلمة دي اي بي كي والشرطة الصغيرة دي، بعدين حرف دي و ال، بعدين نتكة ذهاب. فتحنا طبعا الموقع ده، فكل اللي احنا عاملينه لو عايزين ننزل البرنامج هتكة على داونلود، ويبدأ يحمل البرنامج بدون اي مشكلة. هو التكة هنا هيبدأ يحمل معانا البرنامج بدون اي مشكلة لما نتك على ستارت داونلود. بس انا مش عايز احل، مش عايز انزله. الطريقة التانية بقى ان هي نستخدم موقع اي بي كي بيور، نخش على موقع اي بي كي بيور ونلاقي فوق علامة البحث هنا، كل اللي هنعمله هنتك هنكتب اسم البرنامج اللي احنا عايزينه، وهنتك بحث هنبحث عنه هيجي لنا اهو. او تاني برنامج وبرده بنفس الطريقة، مش اسف مش ده، هو ده، هنتك برضو على تحميل وهينزل معانا بالظبط ده من بره متجر بلاي. اما البرنامج اللي انا شرحته بروت في الاول ده بيخليك تنزله من متجر بلاي لما تغير اصدار الجهاز. دي طبعا واخر طريقة معانا اللي هي طريقة التطبيق التاني اللي هو ابتويد. ابتويد ده زي شرحته في الفيديو اللي فات بتاع تنزيل الالعاب والتطبيقات المدفوعة مجانا، يا ريت تنزل تتفرج عليه، هسيبه لك في حرف الاي فوق. هنخش على بعد ما نخش على البرنامج اعمل الغاء، ان هو عايز تحديث حدثه بس انا مش عايز احدثه دلوقتي، واعمل بحث. اعمل بحث عن برنامج ايه، اوتو كليكر، اعمل بحث.
معرفش هو ليه ما ظهرش اهو، هو ده اوتو كليكر اهو اللي احنا شفناه في الاول، 13 كيلو بايت، يعني حتى ما عداش الواحد ميجا اهو. كل اللي عمله هتك على تنزيل وهينزل معانا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. ده طبعا شرح الفيديوهات كلها. اتمنى لو عجبك الفيديو تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة، وما تنساناش بالدعم ان شاء الله عشان ننزل احسن الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.